والأب شيعته، هم مهما طال الوقت صديقان حميمان. حب يسدو بينهما يسكن بيتهما، والبسمة تنطق نحن سعيدان. الابن يداه صغيرة والأب كبيرة، هو معه كالعصفورة في عش بالبستان. ها ما دامت أيدي كبرى تمسك بالصغرى، لن ينظم قواصير العمر أمان. بطريقهما يمشون والأب بالابن حنون، والابن به مفتون ورا فيه الألوان. مساعدة الشجرة في ارتداء الملابس. الجو بالخارج بارد جدا يا أبي، لن نتمكن من اللعب هناك، أليس كذلك يا أبي؟ لا مشكلة، يمكن أن تبحث عن الملابس الثقيلة وترتديها وتذهب للعب بالخارج ولن تشعر بالبرد. حسنا. هل الشجر يشعر بالبرد وهو في الخارج هكذا؟ بالطبع، فالشجر له حياته أيضا. إذن يجب أن ألبس الأشجار ملابس ثقيلة ولن تشعر بالبرد بهذا الشكل. لماذا أصبح داتا يحب قراءة الصحف فجأة؟ هل جلبتما ملابس الأشجار كما طلبت؟ أجل فعلنا. لقد بدأت أبحث عن الصحف فور تلقي مكالمتك. وأنا أيضا، فلا أريد حقا أن تصاب الأشجار بالحمى. أجل، ولذلك سنجعل الأشجار مثلنا ترتدي الملابس الثقيلة. لن تشعر الأشجار بالبرد بهذا الشكل. عودي إلى هنا. الصحف خفيفة جدا، سننجح هذه المرة. سوف أجعلها ترتدي ملابسي. ملابسك غير مناسبة، فالشجرة عالية جدا وملابسك صغيرة. إن ملابسي مناسبة، فهي تفتح من الأمام. لنجعلها ترتدي ملابسي فمعطفي كبير. ما رأيكما؟ هذا رائع. أنت رائع يا دات، رائع. يجب عليك أن تعد الطعام بنفسك اليوم يا شياوتو. ويتشون بالخارج. ماذا حدث؟ هل وقع شيء ما؟ هذه المرة سننجح بالتأكيد. هذا غطاء السرير. داتو سوف تنكسر الشجرة. لننقذها بسرعة. عد لتناول الطعام يا داتو. ماذا تفعلون بغطاء السرير؟ نخاف أن تشعر الشجرة بالبرد يا أبي، فأردنا أن نلبسها بعض الملابس. اسمعوني أيها الأطفال، إذا أردتم حقا تدفئة الأشجار جيدا فملابسنا غير مناسبة لهذا الأمر. استخدموا حبل الأشجار. ماذا؟ في منزلنا الكثير، سوف أذهب لأجلبها لكم أيها الأطفال.
ونلبسهم للشجرة هكذا. انظروا، نلفه حول الشجرة بهذا الشكل. اتركني. هذا مرتخي جدا. أنتم هكذا لا تلبسون الأشجار الملابس يا أطفال. أنتم قد صنعتم سريرا هزازا. استمعوا لأوامري ولنعمل معا. واحد اثنان. هيا بنا. لقد انتهينا ولن تشعر الأشجار بالبرد بعد الآن يا أطفال. لقد ارتدت الأشجار سترة صوفية أيضا، وهكذا لن تصيبها الحمى. هذا رائع. فيلم في الهواء الطلق. تنحى يا شاومينغ، لا تزاحمني. أنت تحجب الرؤية عني. تحرك قليلا يا داتو. أنا لم أحجب عنك الرؤية. أنا لا أستطيع مشاهدة التلفاز. لا تتشاجرا، أريد أن أسمع التلفاز. اهدأوا قليلا، تناولوا بعض الفاكهة. لا تتشاجروا أيها الأطفال. أنت تحجب الرؤية. من يفعل هذا؟ لقد وقعت الفاكهة. هذا بسببي. من الأفضل لنا أن نجعلهم يذهبون إلى السينما، فما رأيك يا شاوتو؟ ولكن من الصعب أن نحصل على تذاكر الآن. هناك حل، ليشاهدوا الفيلم في الهواء الطلق. ولكن كيف سنشاهد الفيلم في الهواء يا أبي؟ ستعرفون بعد قليل، سيكون الأمر رائعا جدا. سنشاهد الفيلم. رائع. جهاز العرض. انتهينا من وضع شاشة الفيلم. لذا قلت سنشاهده في الهواء. أجل بالطبع. هل فهمت ما كنت أقصده الآن يا داتو؟ استعدوا، سيبدأ الفيلم الآن. هيا عودوا إلى الوراء قليلا ولا تكونوا بهذا القرب. اجلسوا أمام الشاشة للمشاهدة. لقد أنهيت جميع الخطوات بنجاح الآن. هيا استعدوا. لقد انتهيت. عودوا إلى الوراء وإلا لن تستطيعوا المشاهدة جيدا. لقد تعبت رقبتي يا أبي. ها اجلسوا جيدا، سأنادي ويتشون لتشاهد معنا. رائع، حجمهم كبير. إنهم أطول من أبي. إن مشاهدة الفيلم في الهواء هكذا شيء منعش. وفوقنا النجوم. أين الفيلم؟ أصبحت عملاقة. هذا صحيح. كم هذا رائع. وأنت أيضا. أجل، هذا صحيح. أنا الأرنب الأبيض، وهذه أذناي، وأحب أكل الجزر والخضروات. لقد جاء ديك. كو 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 كو. أنا البقرة الصغيرة. لا تلاحقني، لا تلاحقني. أنا الملك القرد، أعطني الجزر حالا. هل حدث عطل في جهاز العرض؟ اهربوا، هذا مخيف. مخيف جدا. لعبة
عقربة ظل الأيدي؟ أنا في الواقع ذئب، لتستسلموا جميعاً. وأنا الآن دولفين السيرك. أهربوا. أصلحته، فلتستمروا في المشاهدة. حسناً. إنها تمطر، لن نتمكن من المشاهدة في الهواء الآن، أليس كذلك؟ ولكن سيصيبنا البرد إذا ابتللنا. وما العمل الآن؟ من قال إنكم لا تستطيعون مشاهدة الفيلم؟ أنت ذكي يا أبي. كيف تشاهدون الفيلم دون احتساء شيء أيها الصغار؟ شكرا، هذا رائع. أن يتشارك الأطفال معا شيء رائع. مشاهدة الفيلم في الهواء شيء رومانسي ذكرني بالماضي. وأنا أيضا لقد تذكرت أشياء جميلة بيننا. صباح عطلة مريح جدا. ماذا به ذاته؟ هل هو مريض؟ قد ظل يشاهد التلفاز لوقت متأخر. ذات من الواضح أنك تأكل دون أن تغسل أسنانك. أجل، لقد نسيت. نسيت ارتداء سروالي. لما العجلة؟ لماذا تأكل هكذا؟ يجب أن أذهب للروضة. صحيح، تذكرت أن اليوم عطلة. لا يجب أن تظل هكذا مرتبكا وتنسى الكثير من الأشياء، فعمل أي شيء يحتاج إلى التنظيم. وكيف أنظم يومي؟ سجلي المهام هنا. ويجب أن تفعلها في الوقت الذي حددته لها، فهل يمكنك هذا يا بني؟ سأفعل. انظر، التاسعة المشي لدقائق، التاسعة والنصف الرسم، الساعة العاشرة لعب الكرة. العاشرة والنصف تناول الفاكهة والحلوى. داتو، أليست الحياة المنظمة مختلفة؟ لست مضطرا لمراقبتي بعد ذلك، سأفعل كل شيء وفقا للخطة اطمئن. الواحدة المساعدة في إصلاح المرحاض، وفي الثانية مساعدة أمي في جمع الورود. لقد تعبت، يجب أن أصلح الثلاجة أيضا. أعطني المفتاح يا داتو. حسنا. أعطني المفك بسرعة. في الحال. لقد انتهى وقت إصلاح المرحاض، يجب أن أذهب لأساعد أمي في جمع الورود. يا داتو. إصلاح المراحيض، أنقذوني أرجوكم. لا أخاف الحشرات، سأصطاد أخرى. لنلعب لعبة الاختباء يا داتو. ولكن خطة اليوم وغدا امتلأت، ولا يسعني سوى أن أخطط للعب معكم بعد الغد. أيحتاج اللعب إلى خطة؟
الأجل بالطبع، فأنا أريد أن أصبح طفلا منظما حقا. لنلعب نحن الاثنان إذن. حسنا. لقد انتهى الآن وقت القيلولة. الخطة القادمة هي تسميع جدول الضرب. 5 × 7 يساوي أنا لا يمكنني. لتساعدني في غلق صنبور الحمام. لا، فما زالت هناك 3 دقائق. 6 × 7 يساوي 42. 7 × 7 يساوي 49. كم يساوي 7 × 8؟ 7 × 8. 7 × 8. يا لهذا! ماذا يحدث؟ أين داتو؟ وفقا للخطة فأنا الآن في راحة. لقد أغلقت صنبور المياه منذ قليل. حسنا إذن، يجب أن أجفف السجادة وأجعل أحدهم يأتي لشفط الماء، ويجب أن أخرج الأثاث تحت الشمس ليجف. هذا بسبب كراس الخطط. لقد كنت أريد داتو أن يصبح طفلا منظما، ولكن من الجيد أن تكون منظما، ولكن يجب أن تكون الخطة مرنة، وإلا سيتحول إلى إنسان آلي. لا أريد أن أصبح إنسانا آليا. أنقذيني يا أمي. وفي الوقت المتبقي ألقي بالكراس ولتفعل ما يحلو لك. حقا؟ بالطبع، يجب أن تتعلم تنظيم الأشياء بنفسك ولا تعتمد على كراس الخطط يا داتو. هذا رائع جدا. أنت إلى ما تنظر. أخرج الأريكة لتتشمس، فإنك ستجلس عليها لمشاهدة التلفاز. حسنا. الرادار. ستأتي طائرة من الاتجاه الجنوبي الغربي. لقد أتت بالفعل. هذا رائع، لكن كيف عرفت يا أبي؟ بفضل هذا الرادار، فهو يستطيع أن يستشعر أي شيء في النطاق. هذا رائع، أرني إياه يا أبي. لا يمكن، فهذا للكبار. أرني إياه، أرني إياه، أرني يا أبي. أين أنت يا أمي؟ داتو، يجب أن تضع الحقيبة في غرفتك. يا أمي، هل ترينني؟ أجل. أشعر بالنعاس. داتو، رتب ألعابك أولا قبل النوم. أين أنت يا أمي؟ أنا لا أجدك. كيف تعرفين ماذا أفعل؟ بفضل وجود رادار الأبيشياوتو في المنزل، أستطيع رؤية كل ما تفعله، فلا تفكر في الشغب. والآن هيا رتب ألعابك سريعا. داتو، هيا بنا لنلعب لعبة الشرطي واللص. اخفض صوتك، فأمي تستخدم الرادار الذي صنعته. حقا؟ تعرف أمي كل ما يحدث في المنزل الآن يا أبي. ولكن الرادار يراقب الباب وما في الحديقة فقط، ولا يرى ما بالداخل. حقا؟ ولكن اطمئن، إن أمك تخيفك فقط بالتأكيد. حسنا، هيا لنبدأ اللعب إذا. قف بسرعة أيها اللص. قف مكانك. تستغلان أنني لست بالمنزل لتثيرا الشغب. قولا ماذا فعلتما اليوم في المنزل؟ لم يفعل شيئا.
السماح لمن يعترف والعقاب لمن يقاوم، هذا ما صوره الرادار. ألن تعترفا؟ ألم تفكر أنه لا يستطيع مراقبة ما بالداخل؟ من الممكن أن تكون أمك قد طورته حتى يراقبنا. أجل، فهذا الرادار مفيد جدا، أستطيع أن أراقبكما حتى ولو لم أكن في المنزل، لذلك لا تثيرا الشغب مجددا. ترى أين خبأت أمك كاميرا المراقبة؟ لنبحث في غرفة أخرى. ليست هنا. أخذتني. هل ستكتشف أمي؟ علينا أن ننظفها. ياوتو، الطعام جاهز. أداؤكما جيد، لذلك يجب علي أن أكافئكما اليوم. سأصغي إلى ما تقولين حتى وإن لم تراقبين يا زوجتي، لذلك أزيلي كاميرا المراقبة فلا داعي لها الآن. نريد بعض الخصوصية. أنت من علمه، صحيح يا شياوتو؟ هل ستحافظان على الترتيب دائما؟ بالتأكيد. بالتأكيد. حسنا، سأقول لكما الحقيقة، لا توجد كاميرات مراقبة بالغرفة، صورت ذلك من خارج النافذة ولا يوجد رادار، لقد خدعتكما. سنصغي لما تقولين. الجزء الثاني. يبدو أنه ينقصه شيء. حسنا، جاءتني فكرة. أصبحت رجلا آليا. إذا اجتهدت ستتمكن من تحقيق كل أمنياتك، ولا حاجة للعصا السحرية. لنصلح الآن الطائرة الإلكترونية. حسنا. حققت أمنيتين هذا اليوم. هيا لنحقق أمنيات أخرى. أريد أن تمطر وأتمكن من صنع رجل الثلج. ولكننا في الصيف، مستحيل. لن تتحقق هذه الأمنية إلا بالعصا. لنفكر في حل أولى ونستخدم العصا إن لم نتمكن من تحقيقها. وجدتها. أبي، لنأخذ الهندباء إلى البيت ونجعلها تهطل كالثلج. واحد، اثنان، ثلاثة. إن الثلج يهطل في كل المنزل الآن يا أبي. صنعت رجل الثلج. إنه
جميل جدا. ويمكن أن يؤكل أيضا، سيكون لذيذا للغاية. هذا رائع. الأمنية الأخيرة هي إكمال واجب الرسم معا. لنجعل العصا السحرية تساعدني في إكماله. سنستخدمها مرة واحدة. ولكنني أشعر بالنعاس الآن. وإذا واجهت واجبا أصعب، ماذا ستفعل بدون مساعدة العصا؟ هيا لنرسم قصة العصا السحرية. أنا اسمي داتو، وأريد أن أصبح ساحرا عندما أكبر. أخيرا عدت يا أمي، أنا جائع جدا. ماذا فعلتما عندما كنت خارجا؟ لقد حققنا الكثير من الأمنيات بدون أن نستخدم العصا السحرية يا أمي. سنتمكن من تحقيق أمنياتنا إذا اجتهدنا، أليس كذلك يا داتو؟ أجل. سأذهب لمساعدة الجدة. سأساعدك في حملها. شكرا لك أيها الصغير، ولكن هذه الحقيبة ثقيلة. حسنا، لا عليك، فأنا أمتلك عصا سحرية، سأجعلها تساعدك في حمل الحقائب. لماذا لا تعمل هذه العصا؟ لا تتعب نفسك يا صغيري، فحقائبي ثقيلة ولا تستطيع العصا حملها. انتظري أيتها الجدة، فيمكن لأمي وأبي أن يساعداك. نحن أقوى من العصا وسنساعد الجدة. شكرا لكم. لا داعي للشكر. نظفا غرفة المعيشة، وإن لم تنظفاها فلن تتناولا الطعام. من الأفضل وجود عصا سحرية. الجو حار. أغلق المروحة يا داتو. يحضر الثلج مجددا. الابن سمى داتو والأب شيعوتو، هم مهما طال الوقت صديقان حميمان. حب يزدو بينهما يسكن بيتهما، والبسمة تنطق نحن سعيدان. بطريقهما يمشون والأب بالابن حنون، والابن به مسكن ورافيه الألوان.